السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد نشارك من خلاله معكم تصريحات المعلق الرياضي عصام الشوالي الذي رشح الجزائر والسنغال لتتويج بكأن الكاميرون 2022. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصل لأكبر عدد من المشاهدين. عصام الشوالي المعلق الشهير التونسي الذي يعلق على مباراة ويلفرهامبتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد، وخلال تعليقه على هذه المباراة التي تجرى لحساب الدوري الإنجليزي، ها هو يعلق قائلا: المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي هما المرشحان الوحيدان الذي يستطيعون التتويج بكأس إفريقيا القادمة التي سوف تجرى بالكاميرون، نظرا لجاهزيتهم من كل النواحي. وقال عصام الشوالي أنه يرشح هذه المنتخبات للظفر بكأس إفريقيا. وكان من الجمهور الجزائري عدة انتقادات للمعلق الرياضي عصام الشوالي الذي علق على مباراة مصر الجزائر في كأس العرب التي جرت بقطر، فهل يعتبر هذا التصريح من عصام الشوالي هو مجاملة للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري، أم أنه تصريح اعتراف بقوة المنتخب الوطني الجزائري؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ليصل لأكبر عدد من المشاهدين والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ننتظر آراءكم في هذا التعليق الذي قدمه المعلق عصام الشوالي.